اقصد اقول لك مين اللي بيجيب الحكام الاجانب؟ يعني هو المفروض لجنة الحكام اللي بتجيب، مش هو ازاي يعني؟ يعني مين اللي تعاقد مع الحكام الاجانب؟ الاسبان اللي هيديروا الماتش اتحاد الالي الكرة. بس. لا ما هو عشان هو ايوه بس رفض، هو متحفظ، هو بيبقى هو كان متحفظ. متحفظ انا ورافض. اقصد ان انا دلوقتي يعني انا لما اجيب حكام اجانب هروح لمين يا استاذ امين؟ للراجل رئيس اللجنه اكيد. عشان يرشح. هل هو رشح حد؟ ما بيرشحش. ما ده اللي احنا لان بنقوله، هو اصلا الراجل رافض. رافض. طيب يبقى ساعتها الراجل كان رافض يبقى ومنفذ هو مش برايه. طرف. اليونان بقى هو طرف؟ هو انا يوناني، انا بحكي لك اللي حصل. اسمعني بس، اما اقول لك ان هو طرف يبقى هو اللي بيختار، وهو له هو مين يعني اللي اختار هدف الطقم من الاسباني؟ مين اللي اختار الطقم الاسباني كان هيحكم ماتش الاهلي والزمالك؟ اتحاد الكوره. لا هو لا لا اتحاد الكوره اللي بيبعت بيخاطب و لا لا هو الراجل رشح اطقم معينه والاتحاد خاطب، والاتحاد خاطب الدول دي. بريرا اللي رشح؟ انا عليه متاكد منها. وليد العطار اللي بيحصل؟ بريرا اللي رشح. انا بقول لك اللي بس عندي بس الراجل بس الراجل بس رشح. اللي بيحصل ان اتحاد الكوره بيبعت. هقول لك ليه بس، عشان كان في ساعتها بطوله اليورو شغاله وطلب منه ان يرشح اسمها عشان ما يحصلش مشكله هنا. بغض النظر عن القصه دي، انا اللي انا عايز اقول لك هو الخطاب، هو الخطاب بيتبعت زي ما مثلا ما بيجي لك لمصر خطاب وبيبعت مسؤول لك انا عايز حكم بيبعته لاتحاد الكوره، حكم مثلا درجه اولى دولي. أيوة. حاجه مش ما الاهلي بعت السعر بناء على ده. ماشي، فاللي انا عايز اقوله يا امير، احنا لحد دلوقتي مش عارفين الحنفي توقف ليه وما بيحكمش ليه وبعد كده رجع تاني ليه. شايف انه يحكم الماتش بتاع بكره ده بيضيفوا له شرعيه على مباراه المقاولين وبيراميدز، ان ما فيش مشكله وما فيش مباراه تتعاد، ويعني واللي انتوا عندكم ما فيش مباراه تتعاد. انا عارف، انا بتكلم على اللي بيحصل او اللي بيتقال، هم بياكدوا الموقف خلاص والراجل حكم ماتش تاني وما فيش مشكله، لكن احنا بنمر بموسم صعب جدا. طبعًا جدا طبعًا. الغريب ان انت بتجيب حكم او خبير تحكيم تدي له بالعمله الصعبه زي بقول او بالدولار وتقول له طور وبتاعه. طب مع احترامي يعني يعني اي حكم مصري هيبقى موجود هيقدر هيقدر يدير المنظومه بالشكل ده. طيب انا نفسي بس فقره يعني التحليل التحكيمي اللي بعد الماتشات دي تتلغي. بجد والله. ليه؟ اصل انا عندي معلومه ان هم ايه، مش معلومه متاكد منها، هم عاملين زي جمعيه كده بيبقوا قاعدين بعد الحكام اللي بتحلل واتصلوا ببعض. استاذ احمد ايه الاخبار؟ والله العظيم ما بهزر. الحاله دي هتقول فيها ايه؟ لا لو بيتفقوا انت هتقول ايه؟ انا هقول كذا وانت هتقول ايه؟ هنقول عشان يبقى كلهم متفقين. والله ما بهزر. والله ما انت فاكرني بهزر. بعد المحللين اللي بيحب يعني ممكن انا اكون كخبير تحكيمي ليا وجهه نظر بس بتفق بس على وجهه النظر. ما هو بقى عشان يبقى كلنا صح. عارف لو واحد خالفهم فمثلا الناس انا مثلا جيت في قناه معينه انا جيت مراد بيتفقوا مع بعض. بعض الناس بتحلل في المواقع بيتفقوا مع الناس اللي بتحلل على الشاشه عشان نقدر نوحد القرار. اللي بيخرج عن المسرح ده شويه جت جريشه. لا لا بغض النظر، جاك جريشه بيقول كلام كتير غلط. انا بتكلم في نقطه احترام ليه يعني؟ لا كل الاحترام، احنا ما غلطناش، احنا الراجل بيطلع يقول حاجات غلط. فالغريب بقى ان لو في مثلا يعني احمد جلال ومراد دلوقتي بيقولوا كلام فانا خالفتهم يتقطع بقى، يفضلوا كل شويه يفضلوا يقول لك ومش عارف مين. هي ماشيه كده دلوقتي. هو مش بيتفقوا على قرار ابو علي؟ لا بيتفقوا. لا هو هو بيتكلموا مثلا ايه رايك في اللعبه دي او في هتقول ايه؟ اسمع بس بقول لك هتقول ايه ولا انت شايفها ايه؟ طب انت شايف ايه؟ بيقول له انا هقول كذا خلاص كذا وانت كذا. طب شوف اسمه ايه ده في قناه مش عارف ايه. طب تمام يلا بينا، ويطلعوا يقولوا على الهواء الكلام ده كلهم ولا خلينا نقول البعض؟ هم ثلاثة أربعة ولا خمسة. طيب ماشي، دي يعني من الكوارث. بس هو في نقطة استأذنك.